ومن الفوائد المدرجة هنا التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند والسنن من حديث ابن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن التحلق يوم الجمعة، سواء قال العدد أم كثر، خلافا للطحاوي الذي تجاوز في القلة. إذن التحلق منهي عنه قبل الصلاة. لما؟ لأن الناس مأمورون بخطب عظيم وهو التبكير إلى صلاة الجمعة والذهاب إلى الصفوف الأول والتراص فيها والاستماع للخطبة والتفرغ لذلك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلونه، وإنما إذا أتوا صلوا رضي الله عنهم. والنهي عن التحلق يوم الجمعة يدل على أنه يجوز بعد صلاة الجمعة، وكذلك يجوز في الأيام الأخرى. وقد جاء بلفظ عند أحمد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلق، جمع حلقة بإسكان اللام. أيصح أن نقول حلقة؟ الآن معظم ما نتحدث به نقول لجمع حلقات حلقة، أنكرها بعض علماء اللغة وجوزها سيبوي. إذن الكثرة والتي لا خلاف فيها أن تقول عن الحلقة الحلقة ولا تقول حلقة. لو قلت حلقة فقد جوزها بعض أهل اللغة ولا إشكال في ذلك، لكن الأحسن والأنسب أن تقول الحلقة وليس الحلقة. يقول الخطابي رحمه الله، يقول كان أحد مشايخنا، انظروا ابن آدم ضعيف ولو كان عالما، الإنسان يعتريه الضعف، فلا أحد يغتر بعلمه ولا بحفظه ولا بفهمه، أنت ضعيف. يقول الخطابي كان أحد مشايخنا يقرأها، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلق قبل الجمعة، فيقول لما قرأها قلت إنما هي نهى عن الحلق، قال والله إني من 40 سنة لفي حرج لا أحلق شعري قبل الصلاة. فيقول فدعا لي وجزاني خيرا، قال وكان من المشايخ الفضلاء. نعم، لأنه رجع إلى الحق، ولو كنت عالما ولو كنت شيخا الواجب عليك أن ترجع إلى الحق. فخلاصة القول أن التحلق منهي عنه منه صلى الله عليه وآله وسلم.